كنت عايز اتكلم عن الناس اللي هي ايه، ان الناس ما بقتش تحب بعض. عايز اتكلم ان الواحد ما بيصدق يلاقي غلطة لأي حد ويجي ماسك فيها خلاص. بكل اسف بكل اسف ما بقاش في تسامح فعلا. نعم يا حبيبي. الموبايل بتاعك وقع منك اتكسر. الموبايل ايه؟ وقع منك اتكسر؟ يا ابن الكلب يا ابن الكلب، موبايلي وقع منك اتكسر يا ابن الموبايل يا ابن الكلب. قلة أدب. المهم إن أنا فعلا حزين بجد إن الناس ما بقتش بتسامح حد. يلا ربنا يهدي.